بداية كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن ان شاء الله النهارده جوله جديده وبطوله جديده للنادي الاهلي، بطوله كاس مصر. الاهلي والترسانه في دور ال 32 على استاد السلامه في الساعه 5 عصرا. ظروف يمكن محيطه بفريق النادي الاهلي، اصابات عديده وغيابات كثيره جدا. النهارده النادي الاهلي بيفقد 15 لاعب من اللاعبين الاساسيين المشاركين خلال المباريات الماضيه، منهم للاصابات ومنهم ايضا كمان لتواجد عدد كبير مع لاعبي النادي الاهلي في منتخبنا الوطني. لكن لو بتكلم على الاصابات النهارده بالنسبه لي النادي الاهلي، استبعاد سعد سمير وحسام عاشور وصلاح محسن واحمد فتحي ووليد سليمان وباسم علي ومحمد نجيب علي معلول وجونيور اجاييل. منتخبنا الوطني ايضا بعد ان تم اختيار كل من الشناوي ومحمد دهاني وايمن اشرف ومروان محسن وايضا كمان وليد ازارو للمنتخب المغرب وسليف كولوبالي لمنتخب مالي، 15 لاعب عدد كبير جدا ان هم يغيبوا عن فريق النادي الاهلي في اي مباراه حتى كمان في مباريات الكاس. لكن طبعا اكيد يمكن بنلتمس العذر الكبير للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، يمكن هو مجبر على هذا الامر. يمكن غيابات كثيره جدا يا كابتن سيد، فاكيد طبعا ان شاء الله بنتمنى لكل الثقه ان شاء الله باذن الله في كل لاعبتنا اللي متواجدين، استعانه يمكن بعدد كبير من لاعبي الشباب. النهارده هنشوف لعيبه ما بتشاركش بشكل كبير جدا خلال المباريات الماضيه، بنتمنى النهارده ان شاء الله يكونوا موفقين. بطوله الكاس هي البطوله الرابعه اللي مشارك فيها النادي الاهلي بعد طبعا بطوله الدوري العام والبطوله العربيه وايضا كمان البطوله الافريقيه ختاما ببطوله كاس مصر. ارجع معاك يا كابتن سيد لاختيار 20 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي بعد ان اختتم فريق النادي الاهلي تدريبه الاخير على استاد مختار التتش امس. 20 لاعب على راسهم شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمود الجزار واحمد علاء، هشام محمد، اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، صبري رحيل، عمرو السليه، اسلام محارب ومحمد شريف، مؤمن زكريا، كريم ندبد، احمد حمودي واحمد حمدي، ناصر ماهر، احمد الشيخ، ميدو جابر وعمار حمدي واحمد ياسر ريان. ابرز طبعا الظهور اللي متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي يمكن لو بخص عمرو السليه اكيد بيعود بعد فتره غياب كثيره جدا فقدناه خلال المباريات الماضيه في البطوله الافريقيه في البطوله العربيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. بنتمنى ان شاء الله عمرو السوليه في حين ان هو يكون متواجد في التشكيله الاساسيه يكون موفق، واكيد يعني بلغه الكوره بنقول ان هو يحافظ على نفسه شويه لان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه وهي المباراه الاهم، مباراه الاهلي وفاق ستيف في الدور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. بينضم كمان ميدو جابر لقائمه فريق النادي الاهلي. يمكن ميدو كان جاهز خلال التدريب المباراه الماضيه المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول ميدو جابر عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه ان شاء الله ان هي تعود من الاصابات خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي. العدد الكبير اللي بيضرب بفريق النادي الاهلي من الاصابات مخلينا ان احنا بنحاول يبقى في تحذير من مستر باتريس كابتن محمد يوسف، ما يبقاش في احتكاكات قويه في التدريبات الماتشات. كمان بنشوف التحام كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، كل طبعا المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي وكل الفرق اللي بياخدها النادي الاهلي، كل الفرق طبعا بتكون مباراه بطوله لفريق المنافس لفريق النادي الاهلي. والنهارده كمان هنشوف مجهود كبير جدا من نادي الترسانه، يمكن طبعا كابتن احمد كشري هو المدير الفني لفريق نادي الترسانه واحد من ابناء النادي الاهلي، فاكيد زي ما احنا عارفين طبعا بنحاول ان احنا ننقل الصوره ليكم لحظه بلحظه هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. بنحاول ان احنا طبعا كل اخبار فريق النادي الاهلي تكون على شاشه الاهلي من خلال ملعب الاهلي. يمكن في هذه اللحظات خلاص هتكون محاضره نهائيه في فندق الاقامه للمستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، ان شاء الله يكون فيها النقاط على الحروف كل طبعا الثغرات وكل الامور الخاصه بفريق نادي الترسانه. التشكيل ان شاء الله باذن الله يكون الاختيار موفق لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف في التشكيل الذي سيخوض به النادي الاهلي هذه المباراه. مستمرين معاك كابتن سيد ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي لحظه بلحظه ونقل خاص لكل كواليس واخبار فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن سيد.